السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا لكم. فاجعة بولاية النعامة. في جريمة مروعة اهتزت مدينة عين الصفراء بولاية النعامة على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رجل في السبعينيات من العمر على يد ابنها الذي هو في العقد الثالث من عمرها صباح اليوم السبت. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الضحية تلقى ضربة قوية من طرف ابنها الذي يتداول أنه مختل عقليا بآلة حادة فأس ما أدى إلى وفاته على الفور. الضحية وحسب صفحات محلية نقل من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء، بينما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب الجريمة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وتعازينا الخالصة لأهله ولذويه. إنا لله وإنا إليه راجعون.